احنا في الوقفه الاحتجاجيه لو كان تذكرنا اسباب الوقفه الاحتجاجيه نتاعكم وشنو هي اهم المطالب؟ الوقفه الاحتجاجيه هي احنا نهار 15 عقدنا اجتماع مع السيد كريم الهاروني وزير النقله. نعم. قعد معنا من 3 حتى 5:30 طرحنا عليه مشاكلنا اللي انا برينسيبالمون هي التمثيليه. طرحنا مجمع جديد تبع الكونيكت الكونفدراسيون دي زونتربريز سيتويان دو تونيزي هذه منظمه اعراف جديده خلنا فيها احنا والجماعه الحافلات الخاصين تاكسيات السياحي والفردي والجماعي. انا الوزير ما حبش يفعل شيء اللي قال وكي جينا مروحين كلمناه مع شيلالو قلنا له السيد الوزير راهو كلامك كي العسل اما الرجاء تفعيل قال نتهناه وراني فعل ما عمل حتى شيء حتى التو وبرامجنا ماهيش طلبات اجتماعيه باش تكلف الدوله في انتي ماده وفلوس واحد لا برامجنا اصلاحيه صلحونا خلي كل واحد يشد بلاصته خلي الجماعه ياخذ حقه السياحي ياخذ حقه والفردي ياخذ حقه والحافله تاخذ حقها الناس الكل مستهدر راهو يا ناس اسمعونا شنو المشاكل باش نواصلوا كلمتنا المشاكل اللي يعاني منها النقل الخاص خاصه الحافلات هما حاجتين اول حاجه غلاء المحروقات نعم. هذا واحد اثنين نعانيو من كلونديستان اللي كراها تلقاها بيضة ويجيك حتى ويعبي مش كلونديستان بركة النقل الجماعي اللي هو مدهوم بالاصفر يخدم في المحمدية عنده رخصة في المحمدية تلقاها يخدم في المرسى يخدم في المرسى يخدم رخصة يمشي يدهن ويخدم وين الحاكم اللي يراقب فيه يجي يطالبك بالأداءات توخر عليه في الأداءات يجيك يجري أعطيني الأداءات نعم وينظم لي الوقفه هذه تو نورمال هكا المره الجايه باش نمشي وزاره النقل تخلصنا راه يعني باش تختاروا اشكال تصعيديه شنو باش تكون الشكل التصعيدي المره الجايه باش تكون حتى احتسامات في وزاره النقل وتنجم توصل حتى لاغرابات الجوع حتى احنا مستعدين ندخلوا حتى في اغراف دفاع مستعدين ندخلوا حتى في اضرابات جوع وحشيه في وزاره النقل بنتي كريمه احنا توانسه لو سمحتي لو ما لقاش عرفنا باش يخلص المازوت زياده عن ذلك الحاكم في الطريق قدامنا قدام عينينا يشد جماعه النقل الفوضوي بعد ساعه يسيبهم تعرفهم واحد واحد مقيدين وش عملنا وش يشد 20 كهرباء يحطها في المستودع البلدي في الفوليه وبعد يخرجهم احنا قالوا انه ضو عليه وشد ولا يسيبه عرفنا بقى من سبل المازوت احنا تابعين الحافلات احنا المشكله الانيه الحارقه اللي نحن مثلا تو حاليا عندنا شهرين ما خلصناش هي عندنا شهرين شركاتنا عاجزه تماما عن الخلاص لانه لينية تخدم فيها الشركه نتاعنا نحن نخدموا في لينيا بستة كيران يخدم معنا اكثر من 30 نقل غير منظم. مراقبه اول شركه نقل جماعي اس تي سي الشركه هذه تو حاليا في حاله افلاس فلسه مش في حاله افلاس هي فلسه مره فلسه خلاص مره انه تو شهرين كاملين ما لقيناش حتى مصروف باش يعطونا فونس ما عندوش مول المول احنا كل يوم معاه في الشركه معنا انا نعمل صورتي الصباح وزيد نعمل الروليف في العشيه معنا نجي اول خدام نروح اخر خدام محسوبه في الشركه معنا الشركه الكار تخرج من الدب الصباح كانت تجي في 300 400 الف في اليوم دول تجي في 150 في 200 والكار تعبي في 150 دينار مزود معنا نصوروهم الصباح نصبوا بهم مزود في الليل عندنا تو جمعتين التالي ما عندناش عجل عندنا اربع كيران محطوطين في الدب بلاش عجل العجل نتاعهم نضربوا قاعدين بلاش عجل ما عادش فيها حتى مول المول ولا يتهرب مسكينه خاطر ما عندوش فلوس ما عنده مولين باش يخلص السلف من عند اصحابها في النهايه ما عادش قاعده تو الشركه حاليا في حاله افلاس مره واحده معنى ولا حتى الشوفير ولا كيجي للشركه وكانه ماشي مش ماشي للشركه وكانه ماشي يحوس ويروح